وهوية التحضر والثقافة. واختيار المنقوشة مكان لها أهم دلالاته هو النهوض ثقافيا وبإرادة شبابية من أكثر مكان دارت فيه دائرة الخراب والحرب. إن شاء الله راح تشوفون على مدار السنة نشاطات تليق باسم مدينة الموصل، تليق بحمام المنقوشة، تليق بحضوركم الكريم. يعني حضوركم هذا أشبه بالدعم ووعد من عندنا أنه إحنا راح نبقى وتبقى هذه المؤسسة هي فعلا مثل ما سميت بيتنا، وتحافظ على هوية وتراث واسم هذه المدينة وهذا الشارع وهذه المحلة. حضرنا اليوم هذه الأمسية الجميلة في هذا البيت التراثي الأصيل من بيوتات الموصل، هذا البيت الذي عمر بسواعد هؤلاء الشباب الغيارة، هؤلاء أولادنا الغيارة، أولادنا الأصلاء. هذا البيت يعني يمثلنا جميعا، يمثل أهل الموصل، يمثل تراثنا، يمثل بيئتنا، يعني يذكرنا بأشياءنا الجميلة، بماضينا العريق. يعني أنا أعبر عن سعادة كبيرة بهذا الافتتاح، يعني طبعا الدعم من أساتذتنا الأفاضل وشيوخنا الكبار الأجلاء. هذا البيت يعني لا أستطيع أن أصفه كم هو معبر عن ما في داخلنا. ذكرنا بذكرياتنا، ذكرنا بأصالتنا، ذكرنا بتاريخنا. يعني نتمنى أن تستمر هذه الحملات. يعني أنا أحيي هؤلاء الشباب، أحيي هؤلاء الشباب الذين نفذوا أكثر من أمر في هذه المدينة. يعني يوميا يزداد إعجابنا بهم، يزداد تقديرنا لهم، يزداد يعني طموحنا أن نكون. يعني هم أصبحوا قدوة، يعني مع صغر سنهم هؤلاء الشباب أصبحوا قدوة للمدينة. جميل جدا أن يكون هناك إحياء للتراث، لتراث الموصلي في منطقة قديمة، منطقة عريقة، وإحنا بالحقيقة من هذه الأصول في هذه في هذه في هذه المنطقة القديمة، المدينة القديمة. كلنا كأهل الموصل ولادتنا في هذه المدينة. فرحانين كثيرا بهذا المشروع، بهؤلاء الشباب الذين بالحقيقة يعملون مجانا وبكل تفاني من أجل إحياء لهذا التراث. اليوم يعني احنا نشهد لحظة مهمة جدا في تاريخ الشباب وفي يعني حياتي أنا شخصيا، هي ولادة وانطلاق مؤسسة شبابية، مؤسسة ثقافية في قلب المدينة القديمة. مثل ما ذكرت في كلمتين أن هذه المدينة وهذه المنطقة محلة حمام المنقوشة هي شهدت حرب ضروس، وشخصيا وحتى حضراتكم لم نتوقع أنه هاي المدينة يعاد سكانها، لا بل مو بس عاد سكانها ولا بس أنه رجعت أهاليها، أقمنا فيها المراكز الثقافية، وهذه هي التحدي الكبير، وهذا هو يعني هذا هو ديدننا أهل الموصل أن نتحدى كل المصاعب، كل الظروف، رغم أن هذه المنطقة عانت ما عانت والمدينة بشكل عام عانت ما عانت. لأن اليوم نحن في بيت ثقافي، في بيت تراثي عمره ما يقارب 100 سنة نحتفل، ومثل ما شاهدتم التنوع في هذه الغرف ومشاريعها، وكذلك التنوع في الأفكار الموجودة. ندعو الجميع من خلال شاشتكم الفضائية المحترمة أن يزورون مركز بيتنا، لأنه هو فعلا بيتنا، حسمينا بيتنا متقصدين حتى الشخص يشعر بالانتماء لهذا المكان. بعد جهود مضنية لمدة عام أو أكثر من العمل في المدينة القديمة ضمن هذا البيت لإكمال هذا المشروع الثقافي التراثي الفني في الموصل القديمة، اليوم تم الافتتاح الحمد لله هذا المشروع، مشروع بيتنا للثقافة والتراث والفنون في محلة حمام المنقوشة أمام الجامع الكبير، الجامع النوري الكبير في مدينة الموصل. هذا المكان هو يعني موصل قديمة مصغرة، يضم متحفا، يضم عدة فعاليات، أهم ما يضمه هو المتحف الذي يحتوي على قطع أثرية وقطع تراثية يمتد عمرها إلى 300 عام في أكثر الأحيان لبعض القطع، ونزولا إلى قطع عمرها 100-150 سنة خشبية وفضية و مختلف الأنواع، وتركز وهذه تعطي دلالة وتركز على الحياة القديمة، حياة أهلنا أجدادنا قبل 300 سنة أو أقل في هذه المدينة كيف عاشوا، وأيضا تورخ وتوثق لتراث هذه المدينة بعد أن فقدت شيء منه يعني نتيجة الحرب. إن شاء الله نحن مستمرون في هذا المركز وفي كل مكان يذكر فيها اسم الموصل، هناك مكان للثقافة، للتراث، للفنون، لأن هذه المدينة هي مدينة الفنون أصلا. نبارك للشباب القائمين على هذا المشروع، انطلاق مؤسسة بيتنا الثقافية. هذا المشروع مهم جدا وله دلالة كبيرة في العنوان وفي المكان. في العنوان من ناحية
الانتماء والهوية الحضارية الثقافية لمدينة الموصل، وهي رسالة بأن الموصل حاضرة وتبقى حاضرة. والدلالة المكانية لمحلة المنقوشة في المدينة القديمة، قلب المدينة القديمة، هذه الدلالة مهمة في تحويل الخراب والدمار الذي أحدثته الحرب إلى واحة جمال ومعرفة وثقافة.